عن ضيوفنا بين كل تقريبا فترة وفترة، مناسبة ومناسبة احنا نشوفهم. انا ما يتغيرون علي لاني حتى يمكن اشوفهم برا، لكن هالمرة تغيروا علي، من اللي كانت حلوة صارت احلى. اذا عندنا خشب عندنا خشب، واللي كان موجود تبارك الرحمن بخفة دمه صار أصغر من عمره. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، كل عام وانتم بخير. وانتم بخير صحة السلامة. أصلا أنا صايرة استحي قاعد يمه، يقولون أمه ولا شيء. ذكر والله قرار من الهواء على طولك شن؟ وزين شكلي قام ما ينعرف مرات، يعني في ناس شو ما انت هو انت هو اللي مو الاخر يطلع مو هو. زين انت عن نفسك، انت كنت تحب محمد الاولي ولا محمد الحين؟ هذاك الله يذكره بالخير كان فش واحد صراحه. كنت اعزه، لا معزه خاصه عشره عمر، لان اكيد يعني ايش ملح ايش ملح ولحم ودياي والعيوش وكذي، هذا هم لا طبعا خاص لا شيء ثاني، بس هذا للحين على العيش واللحم والدياي، على بس على على عقل على مخي شوي. بس اقول لك شيء، شاف نفسه علينا صراحة. ليش من ضعف وهو يعني وايد يعني محمد خف، يعني ندري ضعفت وخفيت، لا يعني ما يصير تشوف نفسك على الزملاء. شوف نفسي يعني لقهم مي شوية سولف وياهم، ما في الحين قبل شحلات قبل أحسن من الحين، قبل بس الحين أحسن من قبل، بس في قبل في هالشيء بقرارة نفسك أنت. هو لا كحسن كله زين كله. والله شوف أنا القبلي واللي الحين عندي عسل على قلبي الاثنين، يخليك شوف الحكي عندي عسل مو تغير ربع. لازم لازم شوي زين بذينة بذينة شلونك؟ الحمد لله. أنا بصراحة قبل كنت أقول في البدايات إن بذينة عندنا وضيفتنا، أنت أصبحتي من أهل المكان، يعني ما من ضمن مجتمعنا الكويتي، يعني ما حسينا. يمكن انت ايضا درستي في المعهد عندنا هني وتخرجتي من هني وايامك كلها عشتيها هني، نقول ان شو اللي تغير عليك في الدراما الكويتيه والمسرح؟ في تطور مستمر الحمد لله. يعني اول شيء اعلق على كلامك الاولي، ترى صدق انا يمكن عشت بهالديره 8 سنين، بس خلاص وايد 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 تعلقت، يعني ما اقدر وصلت يعني السحر خلاص خلاص. إيه سحرنا ما راح يخليش ترجعين مره ثانيه. ما ادري ما اتوقع، لان هي صار ما راح 34 سنه شلون ترد؟ لا شوف سبحان الله محمد هالديره سبحان الله. لا ما عندنا فاصل نطلع، لا تكفخون. ترى هذه الناس جمهور يدري يدرون انا الحين انا 32 سنه انت 34 سنه عادي. لا تخليني افتن قدام اقول لا، بس انت اصغر مني خلا ريحك، انت اصغر مني. اي بس انا يعني ما يصير تسوون فيني كذي على الهواء يعني على فكره. لا بس سبحان الله شوفي اقول لك هالارض والله جد كثر ما تحب اللي على يعني هي ارض، لكن سبحان الله تعطي حب للي موجودين عليها، ولا شوف اللي موجودين عليها يعطونها حب. يعني اعمالك تميزت انها اغلبها مع الفنانين الكويتيين. صحيح، وتستمر معاهم ان شاء الله. وانا يعني كثر ما اعطتني هالارض الطيبه راح اعطيها من عيوني حبيبتي، اكثر اكثر ما هي اعطتني ان شاء الله. وانا بصراحه رحت صلاله، يعني هم اقول لك يعني رحت لها هالفتره وتعلقت فيها، والله جد مو مجامله، طيبه اهلها فيها طيبه مشابهه للطيبه اللي موجوده بالضبط. يعني اهل عمان دائما 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 اهل الكويت، وبالمثل اهل الكويت دائما يمدحون اهل عمان. الله لا يخليك. فاحنا يعني نظل نقول ان احنا اهل، وان احنا يعني خليج وخليجنا واحد، ودائما نتزاور ودائما نتواصل مع بعض، وهالشيء يعني الله لا يغير علينا. امين إن شاء الله. يا رب العالمين. خليجنا طبعا راح يحتفل على المسرح هذه الايام، وانا سمعت انه في مسرحيه خاصه راح تكون احتفاليه بالعيد الوطني، متى راح تكون؟ في 25 فبراير ان شاء الله. في 25 ان شاء الله. احلام وطن ان شاء الله على مسرح صالة التزلج، ابراهيم صالة التزلج، عمل تاليف محمد العيسى واعداد واخراج اخوكم محمد الحملي. بطوله نخبه صراحه، نخبه كبيره من النجوم صراحه، انا كان ودي من زمان اشتغل معهم، والحمد لله طبعا المجموعه الفنيه استاذ واسع بن الامير مجموعه لنا في العمل هذا، استاذ الهام فضاله، استاذ يعقوب عبد الله، استاذ شيماء علي، بثين الرئيسي، شهد وفرقه مسك، وليلى عبد الله، وفهد وطلال باسم عبد الامير، بالإضافة إن شاء الله راح أكون معهم. والفرقة الاستعراضية طبعا ربعي وفرقتي باك ستيج جروب راح يكونون مال كل الاستعراضات، وساعد مخرج أحمد كنكولي وأحمد العلي ومشرف عام أحمد باسم، يعني العمل ثقيل طبعا إن شاء الله الحمد لله. الأغاني طبعا كلمات جروبي، ألحان كلمات وألحان جروبي، توزيع عبد القدوس، ميكس صهيب العوضي، موسيقات عبد العزيز القديري، يعني ما انسى احد، يعني العمل ان شاء الله قاعد نشتغل فيه، والحين من البروفه جاي هني وانا بطلع من هني للبروفه. انا قالوا لي بروفاتكم تبلش 10، فحقت عليكم، يعني ايش معنى لما اطلع انا هو انتم تبلشون؟ لو في قبل 10
يعني في من 8 ل 10 اوكي بعدين شيء ممثلين من 10 وانت صاعده للوحده تقريبا. حلو يعني راح الحق عليكم تلاقينا ان شاء الله. راح اقول ان شفناش مع محمد الحملي في المسرحيه اللي فاتت دور البنوته اللي بالكلاس اللي تحب تراكض اللي دائما بس شيطانه كانت يعني بعض المرات لها مناكشات. انا كنت الشريره. كنت الشريره اي انا إيه؟ بقول لك كنت الشيطان الشريره اللي ما تبي تداوم إيه؟ اللي كانت مع الشياطين الاثنين. ايوه بالضبط. مع بعد تغير هذه القفزه الى شيء وطني، هل راح نشوف نفس البنوته موجوده على المسرح؟ راح تشوفون شيء جديد. يعني انا ما ابي امدحك محمد، ما ابي امدحك، لا لا خلاص اوكي راح تشوفون شيء جديد ان شاء الله. الله يوفقنا بهالعمل. على الاقل قولي لنا عنك مو دورك. لا اوكي دوري يعني انت سويت لي فيعني مضطره اني امدحك. لا لا دوري يلا. انا احب اشتغل مع محمد الحملي، اعترف بهالشيء، لان محمد دائما يقدم شيء جديد، دائما يقدم شيء جديد اكيد يضيف نكهه جديده على الفنانين اللي قاعد يشتغلوا معاه. ففي احلام وطن راح اسوي شيء جديد ان شاء الله. راح نكون جروب يعني حلو، انا والهام الفضاله ان شاء الله وفهد باسم ويانا. راح اكون نفس الشيء شوي شيطانه بس شيطانه على حق. شلون شيطانه على حق؟ يعني ها تزورون المسرح تاريخ 25 راح تعرفون. بي بعد شوي وبحرق عليك. طيب الحين يعني لحد الحين بثينا الرئيس لما تدخل المسرح او تدخل مسلسل تقول احط ايدي على قلبي؟ وايد وايد، لان شندي شني اول مره فعلا. ليش تضحك محمد؟ يضحك. كملي كملي. بس انا ما قاعد اقول شيء. لا كملي لان سؤالها سؤالها قوي قوي. زين فعلا الرهبة موجودة، ومو بس أول ما أطلع المسرح، كل قبل عرض يعني يصير فيني هالشعور أن قبل دخولي على المسرح تحوشني هذه الخرعة والخوف وكني أول مرة بواجه الجمهور. فهو على فكرة ترى إحساس حلو، يعني اني خايفه من رده فعل الجمهور الايجابيه اللي راح تصير معاي. حلو، بس عشان كذي هذا دافع انك تنجزين. بالضبط في كل مره تفوقين على نفسك ولا خذلتي نفسك مره؟ الحمد لله كل مره اتفوق على نفسي. الحمد لله، لان الحمد لله كل مره الاقي ان الجمهور رده فعل تكون احلى من المره اللي قبل. ان شاء الله دوم. الله يسلمك. معروف وانت تدري الجمهور الكويتي سواء كل الفئات العمريه غيرهم لكبير غيرهم لكبيرهم ما يجامل. فهل انت خائف من هذه المرحله كتجربه وطنيه؟ لازم طبعا اخاف. وغير هذا طبعا نسبه الاصابات في اخر مسرحيه سويناها كانت 20%. يا بقول لك نسبه الاصابات في هذه المسرحيه احتمال توصل ل 60%. عشان تشكيل المسرح. تشكيل المسرح طبعا. يعطيكم العافيه. يعني فبراير طبعا المسرح هذا انا وصلني خبر انه يعقوب عبد الله دش المسرح انصدم. كل الكل انا امس يعني ستيج. على وشك يصير فيني شيء يعني، لان الستيج يعني مو بس انه فوق ومو متساوي، حتى بالنظر لما تشوفين انت من قدام صح تشوفينه مرتفع، لما تشوفينه من فوق وانت قطعين الجمهور تشوفينه واحد. اي وانت فوق على المسرح. فعادي شرابحت هرابحت كان بوف ولا شوف. ايوه لا انا هالسنه طلب والحمد لله ان قروا لي تلفزيون الوطن ان انا ما انزل مسرح بالحفلات. شني حاسه؟ بركه التلفريك يمكن عشان نوصل. لا بالنسبه للتجربه الجديده وان ايدي على قلبي خايف طبعا. كل مسرحيه طبعا لها ستايل لها توجهها. احلام وطن انا بالنسبه لي شيء جديد قاعد اسويه، شيء غريب يعني مو مود اللي انا معتاد عليه، مود جديد. مثلا عاده مثلا تكون مسرحيه كلها غنائي. شنو اللي فيه غير؟ يعني في مسرحيتك اللي فاتت بديت بسلام وطني او ختمت بسلام وطني كانت مفاجاه وايد حلوه عشان الطلبه والطالبات يحسون تحيه العلم اثناء المدرسه. ايه هالسنه ايش راح هذا بالنسبه للوطني بالموضوع الفكره يعني لاول مره احنا الفكره اللي راح نوصلها كون خلال فتره الاضافه دشيت وايد دورات انا في المجال اللي راح نشوفه في المسرحيه. الفكره مات المسرحيه طبعا المسرحيه سهلت تتكلم عن خير وشر وطيبين واحلام وكذي وكذا، بس الفكره اللي بنوصلها وايد عميقه. طبعا المؤلف محمد العيسى المؤلف شاف هذا اول نص يكتبه قال للمكتب فقال لي اشرح لي عندي فكره كذي كذي كذي. تنحت قلت له هذه اكتبها وخشها عندك. يا لي تليفون استاذ باسم عبد الامير محمد عندنا عمل مع الوطن. هذا متى؟ قبل شهر ونص. حلو نبي عمل. فانا الصبي اللي كلمني بالمكتب منه بتذكر اسمه بغير جهازي انا منه ودز بالتويتر يا جماعه في واحد كذا كذا طلعوا لي عن المؤلف طلعوا لي اياه من تحت الارض.
باكر العصر كان يبوي لي رقمه. دقيت عليه قلت وينك؟ كان موجود. اذا تدري ان انا من امس الفير للحين العصر قاعد ادور عليك. تسرع من الاف بي اي. قلت ليش ما يقول لي ليش ما دقيت علي؟ قال لي امرك. تعال المكتب تعال. يعني قعدنا نسوي اعداد حق النص وقعدت معه طبعا الكاست وكذي ورتبناه. هو شيء ان شاء الله يكون الغرابه فيه او شيء جديد فيه الفكره. هي الفكره، هي الفكر اللي بنوصل، طريقه توصيل الفكر بالضبط. هو المين ايديا على قولتهم او الفكره الاساسيه شلون توصل. ايه التريك؟ ايه الخدعه؟ ايه الشيء الحلو هذا؟ حتى الشو موجود طبعا يعني تعودوا اليهال على سالفه ان الحركات السريعه الاستعراض هذا حفظوه، لكن يبون يشوفون. الحين احنا عندنا الصراع شلون نسوي المسرحيه على هذا المسرح. انا عندي الهدف الحين انا بصراحه انا اول من يصفق لك بصراحه اذا قدرت تنجز على هذا المسرح، لان الحركه على هذه المسرح قد تكون صعبه لمسرحيه. هو صعبه وبس لا تحركه. هي ترى هي سهله. الموضوع مشي يعني امشي من هني ايمان. ما يصير تقرا معودات 12 مره انت رايح. انا امس واقفه على المسرح مو قادره لا اروح يمين ولا يسار، خايفه. يمكن طريقه الاضاءات راح تكون غير ان شاء الله. اكيد والشباب ربعنا عندنا احنا شوي باك ستيج ربعنا وايد فاصلين. يعني امس اول بروفا فعليا على المسرح قط يعني ما حملوا حساب الارضيه. لا لو سمحتوا كلش ولا ايه؟ ارضيتنا يعني لا خلي الارضيه تروح. ما عملوا حساب نفسهم هم. لا فاللي عنده نط ينط ان شاء الله ينط، واللي تحت خشب يوخر. فامس كانت البروفا عباره عن 3D عباره عن اكشن 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 اكشن. يعني كنا بس قاعدين حط بالك يا صبي يا ولد يا بلان يا ما يا لي خلصنا زي ما في حد قال لكم على الديكور. لا تقعد بعيد عنا. طيب الحين قلت لي باك ستيج جروب لهم استعراضات خاصه راح يقومون فيها. كم لوحه استعراضيه تقريبا؟ تقريبا سته. ست لوحات وراح يشاركون كممثلين في العمل. لهم اعمال لهم ادوار داخل المسرحيه كل الشباب. اوكي لو ندخل في تاريخ الاصابات بثينة، ما ابي اقول الحين يعني الله يكافيك الشر. تاريخ الاصابات يعود الى كم سنه كانت او كم عمل؟ من اول ما اشتغلت مع محمد الحملي مشكور جزاك الله خير. يعني العام في عوده شي زبونه من مسافه المسرح الكبيره ومساحته الكبيره ومن المجهود الكبير اللي كنا نبذله كان غصبا علينا ان نصاب. يعني انا كنت خايفه عليكم لان الرؤيه من الصوبين وهو عباره عن ممر بالنص بالضبط. يعني اعتقد ان الطريقه هذه قالوا يابانيه او صينيه. انا شفتها بمكان كذي ما اذكر وين نصت معي ما ادري شلون قررت سويت بس انا ما ابحث. يعني في بحث ابحثها للي يفيدني. انا ابحث وين اللي يفيدني هني يفيدني بس ابحث بهذا المكان. اوكي بس يعني اول ما دخلنا المسرح كنت قاعده افكر شلون ممكن انه هم يعرضون على نص. يعني اوكي ممكن يكون رانوي حق الازياء ممكن صح. ممكن يكون كتقديم حتى الممثلين. انا شفت حركات شقلبه بالهواء. احلام حسن يعني ما شاء الله ما شاء الله يعطيك الف عافيه والصحه يا رب. بس بخير بالضبط. يعني على انها استاذه ويمكن تدرس في المعهد العالي بالضبط. يعني درستني بالمعهد ما شاء الله تبارك الرحمن. الا كانت تضاهيكم بالفئه العمريه اللي موجوده واللياقه وتغلبت علينا ما شاء الله عليها. وتغلبت علينا وما شاء الله عليها لان هي دائما محافظة على لياقتها وهذا الشيء المفروض كلنا نسويه بس هي ما شاء الله بزيادة تسوي وهذا الشيء يعني مساعدها بشكل كبير في المسرح. وهي كانت متحدية نفسها في المسرحية أتوقع وقدمت الدور بشكل جدا رائع. طيب. وتستاهل التحية طبعا أكيد وكل من يعمل لهذه الأرض الطيبة يستاهل التحية. تستاهلون فاصل صغير الواحد على الأقل يحط له كب كيك صغير مع مك شاي أو عصير أو ممكن التعشون لأن فترة عشاء الحين بس لا تنامون. رجعونا بعد الفاصل. اتمنى انكم تدفيتوا بس اتمنى ان ما يكون العشاء في شوربه عدس ترى الجو وايد حار وقالوا شوي على رطوبه ما ادري شنو الوضع بس ان شاء الله يا رب يجينا المطر الايام الجايه ينعشنا ويجدد النفوس يغسلها مثل كل مره. نرجع لحوارنا مع محمد الحملي وبثينة الرئيسي اللي من خلال وجود اعمال كثيره كانت في الدراما الكويتيه او المسرح، لكن خلوني في البدايه اشوف هذا التقرير لاعمال بثينة وراجع لانه في سؤال. جاني المحرس عود يعني حصيص فيها 33 سنة يعني المفروض هو يكون 35 40 عشان تصير أصغر منه.
لا هو مطلق فأكيد أكبر منه. يلا وريني. واي الحمد لله والشكر الشرها مو على هالخبلة أخو، هذه طول عمرها خبلة، شرها عليك أنت يا العاجل، شلون نكيتها وي؟ لحظة خلاص أنا ما أبي السالفة كلها، ورد لك فلوسك وأنا ما أبي أسوي شيء. شنو 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 شنو؟ كان قلتي من أول كان شفت غيرك، عقب ما أجرت السيارة ويبت التليفون ولبست وعدلت، جاية تقولين الحين ما أقدر؟ لحظة أنا أقدر بس يعني بحدود، يعني أكلمه يكلمني أخذ وأعطي معاه بس مو أكثر من كذي. وأنا إيش راح أسوي بالبيت؟ شوفتك عندي تسوى الدنيا وما فيها، وعلى فكرة تذكر يوم حضرتك طلقتني أبوي عرض يبيع البيت بس أنا رفضت. ياما بنات خذوا ريايل من حريمه، لاني اول ولا اخر وحده. وش ذنب مرته؟ يا سلام ان شاء الله تبيني احط ايدي على خدي واشوف شنو ذنبها ولا ما ذنبها. قلعتها ايه الخسرانه، اصلا لو هي مره سنعه كان ما خلت ريالها يطالع برا. الدورين ادوار البنات اللي على قولة استاذ احمد الدغجي اللي يلبون دائما، احنا عندنا ميستر ميتنج يقول لك قعدت تلبدون، اللي دائما نشوفهم صج موجودين في المجتمع وممكن يسببون بلوه في ظهورهم بثانيه. اللي تفكر انها تاخذ زوج من مرته، او اللي تطلق من زوجها وترجع له بالسر بالخفة، يعني هذه الادوار. وغالبا ما يكون دورك البنيه اللي مغلوبه على امرها وحزينه في هذه الشخصيه. ليش؟ والله أنا أسألكم ليش؟ ودي أطلع وأقدم شيء جديد، بس ساعات المنتجين يشوفوني دائما بهالصورة، إطار واحد بالإطار هذا. يعني ما بيدي إني أغير هالشيء، ودي ولكن الفرصة للحين ما أتاحت يعني بالشكل الصحيح. قدمت دور شوي مختلف في عمل اسمه ما نتفق، كانت شخصية قوية دائما تحب انها تبني مستقبلها، ما يهمها الحب كثر ما يهمها تفرض شخصيتها على الناس. بس للحين بخاطري اقدم البنت الشريرة، بنت الحقودة، بنت النفسية، البنت اللي تطق طراقات. ودي ابي اطق الطق، لا تعبت لان لما طقت بصراحة بشت. الشريرة الشريرة هي بروحها كارها شخصية وتبيها، عرفت؟ طيب اسمك الحمد لله يا رب. وإذا تسوي شخصيتها الواقعية الشريرة الحقودة، حرام عليك. أنا مو كذي، أنا وايد طيبة. شوف لا تصير شرير. جايتك بسؤال، أخرجت لي كبار الفنانين من الوسط الفني، أمثال طارق العلي، عبد العزيز المسلم، داود حسين. يعني هو يمكن سؤال تقليدي، لكن بالنسبة لهؤلاء لهم قاعدة خاصة، دمهم خفيف، صعبة تمسكهم على المسرح أو في عمل، لأن يبون يأخذون الفن والمرح ويجذبون اللي حواليهم ويستمتعون معهم. شلون تحكم فيهم على المسرح؟ أسهل شيء. شلون؟ إني تعامل مع الفنانين الكبار صراحة والنجوم الكبار أسهل من تعامل مع شباب صغار. صدق؟ بالنسبة لي يعني لأنهم يعطوني شيء الثقة الكبيرة، لما فنان مثل الأستاذ مثلا طارق العلي أو الأستاذ داود حسين أو عزيز مسلم أو حتى الفنانين معنا الحين مثلا الاستاذ الهام فضاله والاستاذ يعقوب عبد الله، كلهم كل الفنانين يعني كلهم مو كهذا العمر، حتى كابو ثينه مثلا لما يعطونك الثقه، مجرد ما هو يعطيك الثقه انه راح تخرج عمل في اسمي كنجم، هذه مهمه كبيره بالنسبه لي. فانا راح اشتغل مع نفسي اصلا بالبيت شيء وكذا، اقرا افكار لما يطلعها، لما اتعامل وقت التعامل موضوع وايد سهل، خاص انا عندي، انا عارف شنو بسوي. حلو. وهم لا ننكر شيء الفنانين والنجوم الكبار مثل الاسامي اللي قلتيها، استاذ طارق علي وعزيز مسلم وداود حسين، تاريخهم الكبير هذا انا استفيد منه، هم ما يستفيدون مني سنه سنتين يعني توني مخرج. فبالعكس انا كانت الفائده ان انا استفيد اني انا عشان اخرج حق استاذ عزيز مسلم مع اخوي علي العلي، شفت كل الاعمال عزيز مسلم بعدين رحت لبروبه. بس هم يكون في السي في موجود عشان اذا تعاملت مع المبتدئين او الممثلين الموجودين تقول انا اشتغلت مع كبار والتزموا، فليش انت ما تلتزم؟ فالحين صار الموضوع عندي وايد حلو الحمد لله، يعني المسرحيه هذه مرتاح، الاعمال اللي قاعد اسويه الحين بالبرنامجات الوطنيه واي عمل قاعد اسويه قاعد يكون راحه. ليش؟ صار خلاص انا اشتغلت مع الكبار الله يحفظهم ويخليهم لنا، اشتغلت معهم، فعندي الحين الموضوع صار وايد حلو
وممتع وسهل لما اشتغل معه. والله يعني الحين قبل كان الموضوع لا كنت خايف، الحين الموضوع ترك تغير. قبل شلون اشتغل مع الكبار شلون ما اشتغل مع الكبار، طلع الموضوع سهل. فالحين استسهل لي موضوع الصغار اصلا اني اشتغل معاهم، والموضوع صار مو صغار طبعا الشباب حتى لو كان من عمري، الموضوع صار وايد حلو وايد حبيبين. وكان الاساتذه الكبار كانوا يعطوني من قلبهم، استاذ يمكن العيد يعيد بعدين هم يحبونك محمد يعني الله. تبارك الرحمن يعني الله اذا حب شخص يحبب الناس فيه، يعني تعاملك وياهم جدا حميمي، يعني ما تاخذ الامور بجد بعض المرات بس مو الجد الصارم، يعني الجد للتعامل. لو نقول انك انت ما شاء الله كتبت اخرجت وألفت ولحنت، فهل مجال التلحين الآن راح يفتح لك شيء ثاني غير اللي موجود؟ مسرح فتح لي في أشياء يطلبوا مني ألحنها لمسرح. في واحد من كبار الموزعين بالكويت في الفترة الأخيرة يا لي ليش سيدي محمد أبي لحن حق كذي كذي كذي، قلت له ما راح أعطيك. استاذ جاسم غريب ما مذنبك يا استاذ، فقلت له ما راح أعطيك. ليش؟ قلت له أنت الحين موزع انا مش قايل لك الحين دايلك تبي تاخذ ما راح اعطيك. فالحين صاير ان محمد الحملي صار في تخصصه، انا ما انا مو ملحن يعني الحين اتكلم رحم الله امرنا عرف غدر نفسه صح. ما اقول انا ملحن ولا عبقري، لا انا في الدراما في المكان الفلاني في المسرح يعني انا اعرف هذه الجمله المسرحيه شلون تترجم غنائيا بس، مو يعني ولا ترى مو ذاك العزيف انا الايدين، انا اعزف ايد واحده وامسك كذي بس معي اعزف، وعندي استديو صح اللي هو استديو باك ستيج ونشتغل فيه واعمالنا قاعد نسويها داخل الاستديو. لكن ترى انا مو الملحن القوي مثلا، ما يحين المطرب الحله ينسى الزعل ينسى بس ما تعزف اله وتريات اورج بس كمنجات اورج بس اورج وقاعد طبعا مع الشباب. انا يا بقول لك احنا اكثر على الناس نسوي سمره ربع ربعنا قاعدين وين يلا بطل الدبه طاك بطل الدبه تنزل عده دمك شكك واللحم عيل هسه انا ما كبر كل بروفات العده معانا بالسياره. ها اوكي خلصوا. وعندي ربع عندي ربع عندي ربع عندي ربع باك ستيج هذول الله يحفظهم ان شاء الله ان شاء الله يا رب. وش سووا مثلا شافتهم قبل فتره قاعد يلعبون كره قدم امريكيه بمكان البروفه بس بدون كره شلون؟ سيري خيالهم واسع ما شاء الله بدون كره يعني قاعد يلعبون بدون كره عندهم ناس يحبون يستمتعون كل لحظه بحياتي. يعني واحد يقط واحد يستلم ما في كره بالهواء. قلت لها ما صدقت دشت ولا هم قالت هاوشون طبعا انا دشيت و كذي يعني واو ولوية وصج يعني وهذاك بيصد يعني الكره اللي الخيال الواسع لان احنا كل ما كبرنا كل ما قلت عندنا هالمساحه في الخيال مثل صدامنا بالواقع ايه؟ يعني في ناس لحد الحين يمكن توافقيني الراي بثينا انه خلاص يقول لك زهقت الحياة وما عاد لي عيشة أكل وأشرب وأنام لأن خيال الطفولة عنده يعني مو عبث لما نقول قولوا حق عيالكم قصة قبل النوم صح لأنها مو بس تفتح خيال الطفل تفتح خيال الكبير أيضا صح. طيب أنت من هواة عالم الطفل اللي متروس بالخيال علما بأن احنا قاعد نكبر وأن خيالنا هذا بدأ شوي يتضاءل إذا ما مرنا؟ أنا للأسف في الفترة الأخيرة ابتعدت من هالموضوع، يعني قبل كنت أقرأ قصص على طول وقبل أطالع أفلام كرتونية على طول، بس الحين لأن الشغل شوي ماخذ جزء كبير من 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 وقتنا، يعني إحنا نشتغل في اليوم 12 ساعة صح، فهذا بحد ذاته ماخذ منا جزء كبير يعني، بس أكيد راح أرجع لأنه فعلا هو يأثر سلبا يأثر على تفكيرنا يأثر على حياتنا يأثر على أسلوبنا في التعامل مع الغير يأثر على وايد أمور على نفسياتنا صح. فبالعكس التعامل مع هالأمور يفتح لنا مجالات كثيرة يخلي النفسية تصير حلوة يخليك دائما مبتسمة دائما تخلقين المواقف الحلوة مع العالم. يعني انت من مشاهدين ديزني ووينر براذرز و... على طول على طول بس هاري بوتر مبتسمة و12 ساعة تشتغل ولا تتعب عادي شغالة انا كذي ولا تتعب شوف على عمري 36 سنة لازم تطالع هاري بوتر على الأقل انا مو ملحنة ومؤلفة وممثلة تقول شعري يطيح تقول اشيب لا لا قاعدة خلاص محمد لأني أنا قاعدة كل ما تقالها قاعدة لا جد جد محمد أنا لأن أركز فوكس على شيء معين ليش خفتي ترى لا يعني أوكي أنا بعد يعني جد قاعدة أكلمك يعني بس أنت ملحن ومؤلف وممثل وضعفان 15,000 كيلو وكل هذا بوقت واحد شلون قولوا لي شلون يا مشاهدين قولوا لي شلون بدينا هذا قلوا ترى أنت حارة أنت مدام دائما دراش قولي لي شلون يا جماعة نغير الموضوع هل تحب الرياضة وممارستها يومياً؟ طبعاً لا وين الرياضة؟ أنا بدي الرياضة بشيء اسمه الرقص
يعني حركي إيه حركة. قاعد تمارس ما شاء الله. لا اله الا الله. لا مرة بشي الشباب لما ندربهم كذي لما قاعد مع الشباب اللي هو فترة تدريب ساعات كثيرة ناخذ فيها فأنا استغل الوقت بدل اقعد ارقص معهم فسوي حركة يلا يمين يسار يلا لف يلا هوب معهم فأنا معوض الرياضة بهذا الشيء يعني. يعطيك الصحة والعافية. طيب لو نقول إنه الحين سمعت فيلا فيلا عمل دراما عماني نتكلم عنه أفتخر فيه وايد لأن هذا أول عمل عماني أنا أشارك فيه وشركة المؤنس للإنتاج الفني وفرت لي كل الإمكانيات اللي تريح الفنان وأشكرهم يعني فردا فردا لأنه كان إثبات أن في شركات جيدة ومنتجة ويعني ولا تقل أهمية عن أي شركة في الوطن العربي وعمل كان حلو كان في نخبة كبيرة من الفنانين وشيء أنا افتخر أني قدمته يعني راح ينافس هو نافس هو نافس نوعا ما يعني لا في بعض الأعمال يظهر مثل ما نسمي إحنا فزة حصن بالضبط. فجأة يطفي بالضبط هو كأول تجربة للشركة هذه كان في شوية قصور في التوزيع بس إنتاجيا يعني ما كانوا أبدا ولا واحد بالمية إنه يعني ما كان في خلل بس إن شاء الله التجربة الجاية راح تكون بروفيشنال أكثر وراح يكونون طبعا أثبتوا وجودهم أكثر ويتفادون أغلاط مثلا يمكن طاحوا فيها بس إنه كعمل عماني كان جدا عمل مميز من بين الأعمال اللي عرضت على شاشة سلطنة يعني عمان. في هذه الحالة أكون أو لا أكون هذا موضوع ثاني شلون هذا موضوع ثاني طبعا هالعمل كان بقيادة المخرج المتميز علي العلي تأليف حسين المهدي طبعا في نخبة كبيرة من الفنانين خالد أمين باسمة حمادة صلاح الملا إبراهيم الحساوي صمود حمد العماني عمل راح يكون اللي أقدر أقوله إن قصة مو لأول مرة تطرح في الخليج إنما أول مرة تطرح في الوطن العربي شلون؟ ما أقدر أقول أكثر يعني لمحة يعني هل هي موجودة في واقعنا العربي؟ موجودة بس ما حد تجرأ يطرحها ها بالجرأة يعني انطرحت بس مو بهالجرأة لم تطرح إيمان لأن سبق وأن حسين المهدي يمكن هو كاتب بحريني نوجه له تحية يعطي العافية أكيد طرح فكرة أيضا مع زهرة عرفات في رمضان اللي فات وأخذت بعض الأمور تتصاعد ليس فقط لأنها يمكن عرضت بهذه الطريقة لأنها عرضت في رمضان صح. فيمكن تحياتي لا على هذه الجرأة لكن البعض إش كان يقول إحنا برمضان وهذه المشاهد والمشاهد كانت شنو لا. كانت يعني مثلا المسحة على تكرمين جوتي خالد صح. أمين أو صح. مشهد الديسكو اللي كان أو غيرها يقول لك هذه المشاهد ما نبيها في رمضان أكون أو لا عمل يتناول في فترة التسعينات والجرأة اللي فيه ما تخدش الحياة نهائيا الفكرة هي جرأة في الفكرة نفسها مو في الطرح طرح جدا بسيط وجدا سموث وبس الفكرة الرئيسية ما انطرحت قبل ما انطرحت شوقتينا وفكرة أيضا مع علي العلي صح؟ شلون؟ مع علي العلي مع علي العلي مخرج البحرين المخرج البحرين وعلي العلي سوى في هذا العمل مشاهد استفزتنا احنا الفنانين يعني انا وانا مثل المشهد قاعد اقول ايش قاعد يسوي هالمخرج وهو كمخرج انا يمكن هالكلام جد هو يعني قليل في حق هذا المخرج لكن هذا المخرج من المخرجين اللي يبثون طاقه وعندهم هاله غريبه صح في مجرد انه واقف قدامك من غير ما يتكلم يعطيك الطاقه انك انت تسوين اشياء مميزة هو استطاع أن يستفز المشاهد بأن يأخذ أيضا بعد اللقطات اللي استفزتها إلى قصة بالضبط. ومنحة آخر بالضبط. يعني إحنا ناقل بالذات كان له في سر الليل مطة طويلة يعني الوحيد إذا رمضان كان 30 يوم أعتقد كنا نناقش في الحلقة مرتين ثلاث مرات يعني ناقشنا 60 مرة صحيح. طيب من ضمن هذه الأعمال ما فكرت في أعمال استفزازية للمشاهد محمد كتلفزيون يعني كممثل في شيء إن شاء الله جديد تونا تونا تلت من تصويره
شيء ان شاء الله يطلع فيه محمد الحمني في شكل جديد، هم كضعف هم كلوك هم كتمثيل. راح تصير شرير في خط. لا شوف ما راح اقول اي شيء عنه. ليش؟ ولا راح اقول العمل وين ومنو عشان خيتك. ما راح عشان اقول العمل نفتح الجدر برمضان زين عشان جدر يدتي برمضان. حلو رمضان بعد وحده ان شاء الله الوطن. انا مكانه على هالكلمه اللي قلتيها كان قلت لك كل شيء. ها شفتوا شلون؟ بس الحين ما عندي وقت فاصل بطلع بس قلت لكم بعد الفاصل. بعد الفاصل بعرف انا وياكم. عمر وطنك عان وسعد وكل مجالات ورا الهوى تطلع سوالف. ادوم بارك ام بيت عرفتو اورو اي بارا ثانية ثانية اذا موسى لالوس مسود وقلم ابو قاصر القصار. عفوا الترجمة بس علشان حتى العرض تشوفينها. هذا يعني من ضمن اغاني العرض. وتلو لما تلو سهل عادي سهل بخلو عام اشاشي يعني. ها تمام حاضر البروفات اليوم حياكم الله. طيب لو اسال الحين عن شوف السؤال طالع من قلبي. بدايات بثينة اكيد تغيرت علاقاتها من البدايات الى الان، هل الان محسوبه على جروب معين؟ تحكي من بدايه الزمن تحكي من ابيض واسود. بس ترى صدق سؤالها وايد حساس عورت قلبي. عسى دمعت عينك. لا للحين ما بي. لا 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 مو كذي كلش. وايد ناس ما خسرتهم بس وايد ناس انا ابتعدت عنهم غصبا علي. شلون؟ لان الوقت 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 احنا مشكلتنا بالوقت. يعني قبل انا كنت وايد ازور وايد اطلع حتى بروحاتي حق اهلي يعني. قامت تقل يعني. امي اول امس داق علي تزفني يعني من قلبها انه انت نسيتينا انت ما تبيني. اخر مره متى شايفتها؟ بعد رمضان. وايد وايد ايه وايد يعني يعني انا ما اشوف بنتي الا بالتلفزيون. يا رب قاعد طالع الحين حتى لو ما قاعد طالع ابشرك خالتي ترى في اعاده الساعه 2 الظهر وفي عندنا العصر ويوم اللي مع احتمال ما فيه فتنزل اعاده. لا بس انا راح اخر الشهر خلاص يعني لان جد فقدتهم وايد فقدتهم. ما تفقدين غالي يا رب. يعني انت اصغرهم اكبرهم بالنص؟ انا بالنص يعني في اللي اكبر وفي بالعكس يعني معناته الحميميه تصير كلها عليك بالنص. بالضبط اي والكل قاعد تشره يعني جد انا وايد وايد لازم اروح. عندك اخت في الوسط؟ لا انا الوحيده. مذيعه شيء؟ لا لان طلعوا اشاعه اخت بثينة الرئيسي مذيعه في عمان. وطلعوا ان امي كانت ممثله بدرب الزلق. بالضبط ما ادري منو بالضبط. لا وطلعوا إشاعة ثانية أن والدتك كانت في مسرحية على هامانيا فرعون. تفضلي. في أمانات هذه إشاعة؟ طبعاً إشاعة. إشاعة وصار لها الحين تقريباً 3 سنين يجددونها. العقد يتجدد كل سنة. طلعوا إشاعة. ما طلع شيء جديد الحمد لله يعني. الحمد لله رب العالمين. طلعوا إشاعة أنها بأحلام وطن بعد. طلعت صدق إيمانة صح؟ لا سوري. لا حول الله يا رب. مشاغب اليوم. لا شو قاعد عادي. مشاغب. دورك بالمسرحية يا مشاغب. نادى مسكين. احلف والله الحبيب اول مره اشوفك كذي مسيكين. ايه ما اعتقد والله مسيكين ومو لايق. المصيبه انه مو لايق الموضوع. دوري مراكب ما اقنعتني بالبروفايت وقاعد اسوي مقتنع مسوي. انا ما عليك شيطان. انا حاط حق روحي. انت ما أدوار تسوي أدوار شيء ولا تبدع بالبروفات بس على المسرح راح تبدع. ادوار الحين انا مو المخرج. انا قاعد اوزع الادوار. وزعت 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 خلاص. الحين انا وين؟ توك انا زين. هي بلاي باك. بلاي باك يعني ما في مجال انك ترتجل. لا لو في ادري ما راح تخلي لهم. الله اتمنى امنيتي قاعد ادعي بس مو راضين. هي بالتوقيت معين والمسرح ان المسرح راح يتعب. انا ادري اذا لايف على هالمسرح يعني يخدم مسرحي 6 ساعات بالنسبه لي. تبرك انه تمرين ضغط ما مشكله يعني. لا جري حصن. يعطيكم الصحه والعافيه. كم عضو موجود واصغر عضو كم عمره؟ بالمسرحية؟ أكيد أنا أصغر عضو. أكيد يا بعد قلبي من غير شك. هذه إشاعة طبعاً. زين بالنسبة لعدد الكاست إحنا تقريباً 15 و10 إذا 25 مع ذلك 32 شخص. 32 شخص. 30 شخص. 30. 30 شخص اللي على الستيج 25 شخص. أصغر واحد كم عمره؟ أصغر واحد أتوقع فؤاد الصالح 18 سنة. 18. اسم. طلال بقى طلال. طلال. أصغر واحد. طلال كم عمره؟ طلال يمكن.
ما ادري عمر كله ما ادري صغير بس اصغر واحد يعني 5 سنين 7 سنين طلال باسم طلال باسم عبد الامير اه طلال باسم عبد الامير اي لا يعني بحكم انه داخل على الثانويه اسم العلم متوسط ثانوي هو اصغر واحد اوكي يعني اي فوقه انا طبعا انا تعودت اشوفك تجيب الصغار صغار ابو عمر 5 سنين 4 سنين عيال عبد الفرحان الشباب كان منيبهم كاستعراض معنا بس المسرحية والمساعة ما تستحمل صغار راح تبون صح هو لكل مسرحية لها يعني عشان تعب وعمرهم ما راح يسمع على هذا الستيج غير من التحكم أنا عشان أتحكم في هذه الفترة على هذه الأعداد أنا محسب لأن هني أطفال شيل صح هني حط على حسب شلون أقدر أتحكم معهم ولا ما أقدر يعني صح أكيد بس حبوا الشغل معك لو نقول على موضوع المسرح وموضوع الدراما ندخل موضوع الفيديو كليبات اي ملكة الفيديو كليب سولفي لي والله هي كانت تجربة وايد حلوة طبعاً كلمتني نهلة الفهد من بعد بشار جاسم أخونا وزميلنا الصحفي رشح لي فكان الموضوع صار في بينهم اتصال وكلمتني أختي وصديقتي نهلة الفهد وطبعاً طرحت علي فكرة الفيديو كليب فأنا كنت خايفة أن فيديو كليب وبنت تطلع فيديو كليب وأنا فنانة فشلون راح تضبط المسألة فقلت لها نهلة إذا في مجال أني أمثل في الكليب وأقول جمل ما عندي مانع وطبعاً أخوي وزميلي مسي عليه بالخير فايز السعيد ممثل وممثل كوميدي فايز يمثل؟ يمثل المصيبة أنه هو يعني للحين ما دش المجال بس لو تلاحظين في الكليب ترى كان يمثل على فكرة هو دخل مجال الغناء وهو يلحن بصوته في البداية معلومة جديدة ما كان يعزف على آلة في البداية كان يلحن بصوته بالدندنة وأروع ألحانه في بداياته كانت بهذه الطريقة والآن يمثل صراحة قاعدة تفاجئيني لا يا فايز ممثل خطير ممثل خطير وعنده إمكانيات غيرة وكوميديان من الدرجة الأولى على فكرة فالفكرة الجديدة راح تصير يعني كوميديا بكوميديا راح تصير وشغل نهلة جداً رائع يعني في الإمارات لا إله إلا الله وخارج الإمارات يعتمدون عليها حتى في الأوبريتات الوطنية صحيح يعتمدين على نهلة يعني وتشجيع الطاقات النسائية في الإمارات جداً مرتنا أستاذ نهلة ببروفات وقلت لها غيرت من بوثينة فيديو كليب أنا معكم أخيرا أنا فتر فيديو كليب الغيرة وخلصني وراحت وانت يعني ترى أهم أكشن ما تفكر يعني تكون فتر فيديو كليب لا بالعكس لا في كنت على يومتني كنت ودي والله ان دا حتى الحين الحين صار الحين الموضوع فتنسه اكثر ايه بس لازم معي الشله لازم الكل الشله في شيء يعني عندي ادشم فكره اذا احنا نسوي شيء كذي يلا فوقي انا وانت ونهله وفايز والشباب ويانا يلا فوقي نهله ايش رايك اكيد يلا. نهله قاعد تتابعينا هالفكره يعني الحين تبي نهله تتابعها وتبي امها ما تتابعها منو أنا لا هو حتى موضوع لا أمي راح لا هي الحين سافرة عشان تقول على قال تديرة تزدقيني مع أمي إيمان عليها والله يخليك طبعا المسي عليها كلهم بالخير أقول لهم أنا آسف الفترة اللي طافت هذه ما أشوف أحد تأسف طول بديرة. السنة إيه فحتى مرتي أنت على طول يعني أنا شفت ما شاء الله العيد بعد العيد دخلت بفبراير والحين راح تدخل بمسلسلات وبعدها الحمد لله رب الله يزيد متى شوفوا المشكلة اللي عند والد الوالد أخواني يعني حتى قاعد يصيرنا أخذ مواعيد قبل تصير على فكرة أنا صادفت أبوك ببيات وبالصدفة لما صادفته قال لي إذا شفتي محمد سلمي عليه جد والله العظيم وقبل 3 شهور بالضبط قال لي إذا شفتي محمد سلمي عليه أمه الحمد لله ترى الحمد لله هم فوق هذا الحمد لله يعني الله يعطيهم الصحة والعافية هم راعين هذا الشيء وداعمين صراحة لي صراحة هم أكثر ناس داعميني بالفترة هذه اللي طافت جميع صراحة الفنانين الكبار والجهات المسرحية كلها المسرح الأهلية والله يسمى المسرح الشعبي والكويت وكل المسارح والشركات كلها الفنانين الكبار كلهم دعمين محمد في الفترة هذه دعم حلو صراحة أي حد قاعد طلبه مقاردني هم الأهل مرتاح إن أهلي معاي نروح شنو قاعد تسوي روح انطلق والأهل كلهم طبعا ما شاء الله سعد وقاهم الله الحمد لله يعطيكم ألف عافية بثينة لو ندخل يمكن شنو اللي تبي بثينة من نفسها ما سوته كإنسانة وليس كممثلة وايد أشياء إيمان مثلا وايد اشياء يعني دائما احنا نشوف صوره الممثل قدامنا لان ما سويتها للحين اي ما سويت انا بخاطري سوي ماشي سوي 2 اسوي بيتين بيت وايد اشونك من شريكه الغيره سبايب خلي شوي تسوي شيء بروحها شفتي المعاناه عشان اكون بس معلومتك وايد امور صراحه يعني يمكن اولها اني بخاطري الحين بخاطري اني اقضي شهر كامل مع امي هذا وايد بخاطري رمضان
فعلا الغيره سبايل. اقول لك عاد رمضان مشكله ندش بعشرة بروفات المسرح. وكيف يعني خمسة يعني قبل العشر الاواخر في راجعه؟ خمسة خمسة شهر خمسة؟ خمسة تاريخ خمسة مو عشرة. تاريخ خمسة؟ تاريخ خمسة رمضان؟ خمسة رمضان. لا بلش بروفات؟ لا بالنسبة لك بدينا اثنين رمضان. لا بصراحة أنا أزرج. أنا مستعد. أنا مستعد. طموحي وأحلامي. أنا مستعد شوي شوي تروحين. يا قاتل الطموح. بس تبين لي شو ماتش؟ أجيب لك والله أجيب لك طالع من الفرن. شو؟ شو لا ما شنو لا وقف تصوير. أول معلومة لحد الحين تطوف علي ما أعرفها. شو شو؟ شنو؟ عبارة عن شنو؟ عمان شو؟ أنا شو أنا عمانية بالضبط. أنا عمانية وكل عيد آكله ما أعرف أوصف الموضوع كثر ما يوصفه محمد. إيه خروف شحلاته. إيه مدهن ومغلف بهارات. بهارات خاصة بالشواء. خاصة بالشواء اسمه شواء هذا. ومغلف فيه حصير وأشياء من الشجر الطبيعي. يندفن تحت الأرض. الساعة النخيل. باكر العيد أو باكر ثاني يوم عيد مثلا. مندي. لا لا لا. لا. من يعني 12 ساعة. ها. طباخ 14 ساعة طباخ. ها. 14 ساعة طباخ. 14 ساعة بس هذه اللحمة أي بس هذه اللحمة أي بس اللحمة بالخروف وين هي؟ حط صب إيش؟ تغوص. تغوص. فاتكل الله يخليك. احنا راح نكون بالعشر الاواخر. خالد الحديدي رفيجي عمان. خالد الحديدي انا اجيب لكم لازم لا لازم ناكله بعمان. بعمان بعمان طيب راح اسوي سهر الليل من عمان. هو فعلا حياكم تلفزيون الوطن عندنا. الوطن يعني الحفره موجوده والشوا موجود وننقل الحلقه مباشره مع ايمان عن طريقه عمل الشوا. ما فكرت بتقديم البرامج؟ وايد يعني شوفي انا بدايتي كانت مقدمه برامج بالضبط وبعدين تراجعت للتمثيل بالصدفه. فعلا كانت بالصدفه بسبب شخص كان موجود معاكم هنا على الكرسي امس. خالد امين. شو مسوي يا خالد؟ كان يدرسني في المعهد وكان يحن علي انه مثلي يا ابو ثينة انت فاضي عندك وقت فراغ ليش ما تستغلينه في التمثيل وتستفيدين تتعلمين شيء جديد. فدشيت مجال التمثيل. اما بالنسبه للتقديم ما راح ارجع له اذا كان الا اذا كان في شيء صح. شيء شلون يعني شيء صح؟ شيء انا رسمته ببالي اذا لقيت الجهه اللي تأيدني الموضوع يعني مثلا فني طبعا سياسي لا لا هو يصير توك شو. توك شو توك شو مع بس يعني انه توك شو شامل وفي اشياء معينه وفي وايد امور لازم تكون موجوده عشان تحقق نجاح البرنامج. انت جربتي قدمتي مهرجان صلاله كانت فتره سابقه وانت صغيره. كانت بداياتي مهرجان صلاله وقدمت فنانين كبار على المسرح محمد عبدو عبد المجيد عبد الله عبادي الجوهر. كفايه جو صلاله والرذاذ اللي الله. كان ينزل في ذيك الفتره. محمد رحت صلاله؟ رحنا اسمه ما زرت صلاله؟ لا مش اذكر المنطقه. ما زرت منطقه. اتذكر من رحت اخوي ضاع بيتر. صلاله موضوع ثاني. موضوع ثاني؟ جد صلاله بروحها يعني لا صلاله ما رحت. المسافه بين مسقط وصلاله هي نفس المسافه بين مسقط والكويت على فكره. ساعتين بالطياره. احنا مسقط كنا. احنا مسرحنا وشغلنا يوم رحنا مع استاذ طارق مسقط. 1070 كيلو متر تقريبا. صلاله ما رحت. ودي يصرف لي عنها الربع كانوا يروحون يسولفوا لي عنها خلود الحديدي والشباب. شيء عجيب ما ما شيء خيال. يلا ان شاء الله اروح مع ابو ثينة. ليش تروح مع ابو ثينة؟ انا ادل هناك اضيع بروح. ادل سهله وما يبي لها تضيع. احنا كنا نروح كل ويك اند المهرجان وما نضيع. انا ادل صلاله انا عشت فيها سنتين من عمري يعني ودرست فيها سنتين بالثانويه. انا كنت اسوق سياره قبل يصير عندي ليسن هناك وابوك سياره امي. فكنت ادل كل شيء بصلاله فراح اوديكم. يلا حتوكلك شو شو الله شو طيق عاد اعزم قول وياك بس صلاله كان المندي والمضبي والسوالف. اي لا بس انا لما كنت اروح كنت اروح ويكند ارجع السبت عشان اكمل برامج. ايش قاعد تسولفون؟ انت قاعد تسولفون عن الاكل بعمان؟ ايش قاعد تحجون؟ ايش قاعد تحجون؟ الاكل بعمان عباره عن تاريخ متعه. لا انا بصراحه اخذت انواع الحلوى الجديده اللي نازله. ما حد حلوى لحم قدام عيننا قدام انظار الكل في قريه القرم اسمها؟ القرم اي قاعدين تيس صغير الله يحفظه لشبابه قاعد يتمشى. هذه يمكن بالمدينه التراثيه. نطرح القصه. بسم الله الله اكبر انكر. تو انغسل تنظف أيه. تبهر أيه. تقطع انطبخ انا وهي شعيبي انوكل بالنسبه لنا أيه. تطش خلص انتهى امره يعني شيء اول مره وقتها انه شيء ينذبح ينطبخ ينوكل. انا يلا صار شباب صار انا يعت اروح حمان بعد الحلقه يلا يلا عشان احنا بطل يرطمون لا بعدين شو راح اكمل يعني المفروض انا وياكم ما اقدر اكمل.
ما العادة بعد الخبازة تبرونا شوي ننقنق على ما لا يات 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 أصلاً الحين لو بقول عن الطبخ يبنى طاري الطبخ شلونك بالطبخ؟ مزاج بس أطبخ مثل؟ يعني لا أسوي لك صالونة الدياي اللي بالبهارات العمانية وعليش ولا شفنا شيء سنتين ولا شمينا قفشة بما أنتم من الصبح تكرفوني ليه بالليل متى أطبخ مثلاً يعني بالضبط عطوها لي فرصة تطبخ قولي وعدين على الهواء اللي راح تسوين لنا هذا وقت أطبخ بشرط شنو بتسوين؟ تعطوني بريك يوم كام يوم بريك يلا خلاص شنو بتسوين شوة؟ لا شوة تقدر على الشوة وين أحفر شوة بالله وين؟ الله ما كثر البر روح نحفر تبيني روح البر رح ما تعالي مخيم أهلي نحفر لا أعترف ما أعرف للشوة لأن الشوة بالذات يسوون الريايل ها الريايل أوكي عندنا في عمان يسوون الريايل لا تسوي تقاتبون طاري شيء خطير يا جماعة إيه الريايل لأن نغير الكلام لأن يعنى المسرح الله المسرح أكله حلوة إيش راح يصير على خشبة المسرح من نيلة 25 الله يستر يا إيمان الله يستر هل راح تتوقعين كالعادة تغيير مشهد؟ لا ما أتوقع لأن خلاص سجلنا إحنا البلاي باك بعد ما نروح الاستوديو نغير شوف وين أنا واحد أقصص داخله إيه بالضبط ويها ما يوحي في شر بداخله الحين هم سجلوا ومشوا أنا قاعد مع الموسيقى هو قاعد أركب وحين بروفات ما يدرون خلكم مثله بس أنا بقول لك شيء على الهوا محمد يعني جد أنا يمكن لي تجربة بالشغل معك قبل بس إلهام وشيماء ويعقوب يعني يمكن هذيل أول مرة يشاركون معاك التجربة فوصل لك رسالة أن أهما صار شيء؟ إيه شنو تقول؟ أن أقول على الهواء عادي إيه عادي إحنا بينه وبين المشاهدين أسرار خاصة أنهم وايد وايد مستانسين ووايد قاعد يشوفون شيء جديد وكانت أمنيتهم أنهم يخوضون تجربة العمل معك الحمد لله ربي وبس هذه رسالة كافي هذا فضل الله سبحانه وتعالى وايد كافي صراحة دعوات الأهل والحمد لله رب بس ما أقدر أقول الحمد لله على كل حال رشح نفسك سنة الجاية شلون؟ خلي كمل أربع سنين تكمل أربع سنين تكفون رشح نفسك بعد أربع سنين لا أنا عندي دائرتي انتخابية في تويتر التمثيلية الخاصة أنا مرشح تويتر قاعد يعني أنا داخل تويتر عضو يعتبر كم فولورز عندك؟ ماضي من زمان بدأ صار لي ثلاث أيام وحين اليوم بس ندز خبر وأطلع من زمان صار لك ثلاث أيام؟ أم زمان أنا قاطع ثلاث أيام أي مو داشة طول عمرها شنو؟ أنا معاك نفس ال أنا أحب مساندة مساندة تحية لك ربعي بتويتر وأقول لهم اليوم راح أصير فايند أوت لا أنا فتحت أكاونت بس يومين ما عرفت راح مع السلامة مع السلامة بس الحمد لله تواصل الحمد لله شيء تواصل جديد مع الجمهور شايفه حلو وهم وايد ياخذون الأخبار حتى انتقادي دايركت وناس صغار مرات أربعة سنة ثلاثة سنة يقول أنت ليش سويت كذي جرب أكاك انتر بس ممكن في ناس تبوق الأكاونتات باسم شخص معين وتنزل لا أنا ما إيه شنو إم أندرسكور إل سبعة إم إل واي صور كم إيه قلت وكم آت أوكي إم إيه أندرسكور إيه إل سبعة إم إل واي إيه إلا سبعة إما إنه إلا حملي إما إلا وين أندرسكور إلا حملي هذا عشان وهذا وصورتي شيء مشكح لحظة أنت مشكح محمد أنت سويت كاركتر خطير ترى سويت كاركتر خطير بمسرحية شارع الحب مع الفنان القدير داود حسين تكفى حق المشاهدين شنو الحارس تكفى عشان نقدر نختم بشيء إيه إيه الباص هذا إيه this talk is no walk على فكرة يعني إيه يعني ما الكلام ده ما يمشيش لا طيب. أنا ترى أنا حرام فهات أقعد ما مشير مجيب العمال حسين مشير ربينا كلهم سولفوا 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 ويقطون وانت بوق يقطون اكتب يوم التصوير ألو ترى بقول شيء لا تقول يلا باي طوط 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 أكشن أقوله ها خلاص. الحمد لله إحنا ما نقول إفيه حتى ما من الجمهور حتى ما من الجمهور وناسة في كاركترات من الجمهور أصيدها حلوين ما أنا قاصد وأنا مو مغلد ما أعرف أقلد كاركترات يعني طبعا معروف بالكاركترات سعد داود حسين صح أمنيتي أوصل ربع سعد داود حسين لا في الجرأة إيه. إنه يقلد إنه إنه صح. إنه يحاول إنه يقلد أنا ما أعرف أنا أخاف الواحد يتمرن
واللي يقدر يوصل له، لكل مجتهد النصيب، ومجهودكم جدا واضح بصراحه. يعطيكم الف عافيه. راح اكون بالبروفات بعد شوي مثل ما قلت لكم، هذا وعد، وان شاء الله راح احيي المسرحيه واشوف اكيد مدام على مسرح ليالي فبراير او اينما كنتم، لان بصراحه احب عملكم للامانه. فدعوه للجمهور يوم 25 فبراير و26 و27 راح يكونوا موجودين على خشبه مسرح ليالي فبراير. شباك التذاكر انفتح، يبطل من الساعه 11 ل 11 بالليل. ومسرحنا ان شاء الله في صاله التزلج نفس مال ليالي فبراير، المسرح اللي تشوفونه شباكنا موجود في المسرح، هذا موجود يعني من المسرح كذي موجود شباك. والله كريم، الله كريم، ان شاء الله يوفق الكل وكل يوم، والكويت بخير بوجود هالويوه الطيبه والشباب اللي قاعدين يعطون من دمهم لهذه الديره ويرفعون مستوى العمل الفني، لان الفن رساله، ودائما الفن ما له وطن الا وطن واحد، هو حب وطن اللي بقلوبنا دائما، اللي ما يتوحد الا على حب الوطن.